الماضية. مشاهدينا للاطلاع أكثر على أوضاع إيران خاصة العاصمة طهران ينضم إلينا مباشرة مراسلنا حازم كلاس. حازم، بداية صباح النور. صباح الخير ليال. صباح الخير. أهلا وسهلا حازم. التعبئة العامة يعني أنه رئيس البلاد منع التنقل من بين المدن اعتبارا من السبت المقبل، القرار يشمل نحو 100 مدينة إيرانية، هذا الرقم يفهم نظرا لأعداد الوفيات التي تخطت 400 وفاة وأعداد الإصابات التي تخطت 12,000 إصابة بالساعات الماضية، أليس كذلك؟ صحيح، هذه الإحصاءات خلال الساعات 24 الماضية بالفعل، وبالمجمل يمكن القول أن إجمالي الإصابات في إيران تجاوز 762,000، فيما تجاوزت أعداد الوفيات أو اقتربت من 42,000. هذه الأرقام مقلقة جدا بالنسبة للإيرانيين، وكان هناك جدل كبير خلال الأسابيع الماضية ليال فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية لمواجهة هذه الجائحة. وأنا في طريقي إلى هنا حيث نقف في منطقة تجريج في شمال العاصمة طهران، وهذا السوق ومحطة المترو، هنا أحدى مواقف محطات المترو، هذا المكان المزدحم عادة. يمكن القول أن حركة الناس يعني خلال الأيام القليلة الماضية انخفضت نسبيا في ظل هذا القلق، ولكن اشتريت هذه الصحيفة ليال، يمكن للكاميرا أن تقترب لترى كيف أن هذا الخط البياني يوضح خلال الشهرين الماضيين فقط نسبة الوفيات كيف ارتفعت من حوالي 170 وفاة قبل نحو شهرين إلى أن تصل إلى كما ذكرت نحو 460 وفاة. هذه الأرقام بالمجمل هي أرقام مقلقة جدا للحكومة الإيرانية، وكان هناك كما ذكرت جدل كبير بشأن الإجراءات. الآن الخطة التي وضعتها الحكومة الإيرانية تشتمل على ثلاثة زوايا إن صح التعبير، أو ثلاثة يعني إجراءات مهمة تتمحور حول كل هذه الخطة. الإجراء الأول هو تحديد وتشخيص الحالات، والإجراء الثاني هو حجر الحالات المصابة، والإجراء الثالث هو متابعة وتتبع الحالات المصابة أيضا. فيما يتعلق بتشخيص الحالات هناك إجراءات كثيرة اتخذت. في البداية تم أو أعلن وزير الداخلية الإيراني ليلة أمس أن إيران تمكنت خلال أسبوع فقط من رفع عدد الاختبارات لتشخيص الإصابة بكورونا من نحو 23,000 حالة تشخيص أو اختبار تشخيص إلى ما يقارب 40,000، ووعد بضرورة وأكد على ضرورة أن يصل هذا الرقم، عدد الاختبارات التي تجرى يوميا من أجل تشخيص الإصابة بكورونا، إلى ما يقارب 100,000 خلال أسبوع إلى أسبوعين، وهي المدة الأولية للخطة التي ستبدأ يوم السبت المقبل. نعم. وفي إطار أيضا حجر على كل حازم، المشهد من ورائك هناك التزام بارتداء الكمامة رغم أن التباعد الاجتماعي ليس ملتزما إذا من قبل المارة، وهذا المشهد لا يكون عليه ربما عليه طهران بالأسبوعين القادمين. هناك مفاوضات لإعلان الأغلاق العام بالعاصمة الإيرانية التي تسجل أعلى نسبة إصابات. نتوقف معك عند وضعية الحدود، إذا حدود إيران الخارجية وزيارة الأماكن المقدسة، هل ما زالت مسموحة؟ فقط ليال لأكمل الفكرة بشكل كامل فيما يتعلق بالخطة، وهي ضرورية ومرتبطة أيضا بما أشرت إليه بموضوع ارتداء الكمامة. المشكلة أن إيران خلال الفترة الماضية لم يكن هناك إجراءات صارمة فيما يتعلق بالبروتوكولات الصحية، انخفضت نسبة الالتزام بها وارتداء الكمامة إلى أقل من 50%، الآن ارتفعت مع قلق الناس إلى ما تصل 70%. الإجراءات التي اتخذت، إغلاق الطرق بين المدن، وربما حتى الآن ليس هناك أنباء مؤكدة عن إغلاق شامل ولا في أي مدينة إيرانية. نحن نتحدث عن ثلاث أنواع من المدن، ثلاثة أنواع. النوع الأول هو 100 مدينة قد تشهد إغلاق شبه شامل، ولكن حتى الآن ما أعلن أن ثلث الموظفين الرسميين سيكونون متواجدين في أماكن عملهم، و150 مدينة
أخرى مصنفة كبرتقالية أقل سيكون نسبة الإغلاق أقل، و155 مدينة أيضا وضعها أصفر. هذا بالمجمل. أما فيما يتعلق أيضا بموضوع تتبع، سيتم اعتماد وسائل تكنولوجية تعتمد على تطبيقات على هواتف المصابين بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتتبع حالاتهم. أما ما يتعلق بالوصول إلى إيران والسياحة الدينية والوصول إلى الأماكن المقدسة، حاليا حتى هذه اللحظة هذه الأماكن مفتوحة، ولكن ضمن شروط معينة وليس مفتوحة بالكامل. الأماكن المغلقة في هذه الأماكن المقدسة في قم، في مشهد، حتى في طهران مغلقة. الساحات العامة لهذه الأماكن الدينية مفتوحة ضمن إجراءات محددة، يتم مراعاة التباعد الاجتماعي، مراعاة البروتوكولات الصحية. الدخول إلى إيران أيضا مسموح ضمن الإطارات المعروف بها لدى كل الدول، وهو فحص البي سي آر وما إلى ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة لا إجبار على حجر صحي لمن يصل إلى إيران. نعم، حازم كلاس مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.